الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قاد كل المحجلين الميامين باب أمي صلى الله عليه وسلم، وتصلي عليه حبيب رب العالمين. عامل نفسه ابن ناس، المقولة دي منتشرة جدا 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 في مجتمعنا. طب حد عارف المقولة دي أصلها إيه؟ عندما جاء المماليك إلى مصر منذ نهاية عهد الدولة العباسية كانوا يجلبون كعبيد من شرق أوروبا وشمال شرق آسيا، وهم أطفال غير معروف آبائهم وأهلهم وأمهاتهم، ويعملون كجنود ومقاتلين في الجيش المصري. بل وصل بهم الأمر أن حكموا مصر في فترة من الفترات، وكان لهم ملامح مميزة، وهي الطول الشديد، العيون الزرقاء أو الخضراء، الشعر الملون، بياض البشرة. وكان المصريون يقولون عنهم ولاد ناس، وهنا بتعني ولاد ناس أي ولاد ناس غير معروفين أو مجهول النسب. أما باقي الشعب فكان يقال عليه ولاد أصول. فكانت بعض الأسر حينما يتقدم إليهم مملوك وشخص آخر فكانوا يقولون ناخد ابن الناس أي المماليك يعني، ولا ابن الأصول اللي من أولاد مصر، بسبب السلطة والأموال التي كان يسيطر عليها المملوكي في هذا الوقت، بالإضافة طبعا إلى وسامته بسبب أصله الأوروبي أو الكوكازي. كان دائما ما يقع الاختيار على ابن الناس، فأصبح ابن الناس ميزة يتباهى بها الشعب رغم أنه مجهول النسب وليس له أصول وجذور مصرية. فأصبح ابن الناس مجهول النسب أفضل من ابن الأصول الذي يعرف أسماء جدوده وجذوره العربية المصرية الأصيلة ويعلم من هو أباه أو من هي أمه. يمكن ده بيوديني لحاجة عايز أقولها، إن لما بيتقدم حد عنده دين لأسرة يكون فقير يقولوا يعني لما ربنا يسهل لك ويكون معاك فلوس تيجي تتقدم وما يفقوش عليه، يقول ده معهوش فلوس مع ان عنده دين. ولو تقدم واحد معه فلوس وما عندوش دين يقولوا بكرة ربنا يهدي، سبحان الله. طب ليه ما نوافقش على اللي عنده دين ونقول ان بكرة ممكن ربنا يرزقه؟ للأسف يعني تفكير بالعكس، اللي عنده دين هيحافظ على ابنتك. طبعا المفترض طبعا يكون بلغ الباء القدرة الجسدية والمالية والإنفاق، يعني كل ده موجود، بس يعني اسفر بذات الدين تربت يداك. وطبعا ما تاخدش ابن الناس وخد ابن الأصول، وإلا إيه الصحيح عامل نفسه ابن ناس. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.